يا مساء الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين ويا رب دايما سالمين غانمين وفي أحسن صحة وحال. طبعا في بداية وفي مقدمة حلقتنا النهاردة لازم نتوجه بكل التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام اللي ربنا يعني دعاهم وقدرهم وألهمهم إن هم يلبوا الندى وعادوا بسلامة الله سالمين غانمين مغفوري الذنب إن شاء الله بعد أدائهم لمناسك الحج. هنتكلم النهاردة وتحديدا في الجزء الأول من حلقتنا عن فرحة العودة من الحج، وأكيد يعني هنسعد جدا بوجود ضيفنا العزيز اللي منورني في حلقتنا النهاردة فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي المستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة. كل سنة وحضرتك طيب وفي أحسن صحة وحال يا رب، وأهلا بيك في طاقة نور. كل لحظة حضرتك طيب بألف صحة وسلام، وكل الناس المشاهدين وكل اللي معانا في الكنترول يا رب دايما كده في الخير طوال يا رب. يا رب يخليك حبيبي. الحج أكيد فرحته ما بعدها فرحة، هل العودة من الحج فرحة؟ طبعا. الحمد لله الذي رفع عن عبادي الحرج والمشقة وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه وأن يؤدى إليه بكل أمانة ودقة، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على من نوره أضاءت جبال مكة عليه وعلى آله الصلاة والسلام، مولاي صلي على من نوره اكتمل، محمد بالنور إعجازه نزل، نور البشير بدا في رحمة وهدى به الوجود غدا بالنور مكتحلا، قد أنطق الحجر وسير الشجر ناداه أقبل ثم انحنى خجلا، والجزع حن له قد شده الوله والغيم ظلله في الصيف ما انتقلا، قد طهر الحرم وحطم الصنم وعلم الأمم أن يحسنوا العمل، جبريل كان أبى أن يخرق الحجب ومحمد ذهب للعرش واتصل. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فهنيئا لمن حج بيت الله الحرام، هنيئا لمن رجع كيوم ولدته أمه، هنيئا لكل من لبى نداء الله عز وجل وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لا شريك لك ربنا. هنيئا لمن كان حجه مبرورا وذنبه مغفورا. خلينا بقى نقف عند مبرورا. ايوه. يعني ايه حجه مبرورا؟ الحج المبرور اللي هو الحج السليم. الحج المبرور جاي من البر. ايوه. ان انت بريت مين؟ انت بريت نفسك اولا. طبعا طبعا. بر النفس اولا. حج مبرور اي لوجه الله عز وجل. بنقولها في التلبيه. لبيك لا شريك لك. يعني يا رب انا جاي لك يا رب لوحدي. جاي لك يا رب وأنا ضعيف، جاي لك يا رب وكل ذنوب، فهل أهنئ نفسي بقبول التوبة أم أعزيها برفض التوبة؟ ولا يقف على باب الله عز وجل أحد إلا ويعطيه ربه سبحانه وتعالى. فلهم فرحة ولهم سعادة ولهم سرور، لأنهم كانوا في بيت من؟ كانوا في بيت ربهم سبحانه وتعالى، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. طبعا. طبعا. شوف بقى كرم ربك سبحانه طبعا. وتعالى. طبعا. القش والدخر من قوته وقوت عياله وعنهم على جنب كده لله عز وجل، وقال يا رب دعاء علشان أجي لك أحج يا رب، وأرجع من حجي كيوم ولدتني أمي، من غير ذنب، من غير معصية، من غير أي شيء يغضبك يا رب، فاغفر لي يا رب العالمين. طب الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه ما يفرحش؟ واي فرحه يا شيخ مصطفى. الله. واي فرحه. واي فرحه طبعا. لا شوف بقى مين اللي افرح، الله هو اللي افرح منه سبحانه، مع انه سبحانه وتعالى في غنى عن كل هذا الامر يعني. لا الحديث بيقول لك ايه بقى؟ الله افرح بتوبه عبده من الام بولدها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، للدرجه دي ربنا يريد لنا الخير. اه والله. اي والله، لله أفرح بتوبة عبدي. أنا تبت ربنا وأنابت ورحت حجيت بيت ربنا الحرام وتعلقت في أستار الكعبة وعدت أبكي لله عز وجل وأقول له يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رب أعطني، يا كريم أكرمني، وبيت ناجي ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. طالما أنت رحت كده ونيتك لله عز وجل وجهزت من حلال ومن طيب غفر الله سبحانه وتعالى لك. لكن من الناس من يناديهم ربنا سبحانه وتعالى يقول له حجك مردود غير مقبول، ارجع، انت جاي فين؟ انت مش جاي لنا، انت جاي تشتري لقب،
جه عشان الناس تقول لك ايه يا حاج، تيجي يوم القيامه تقف امام الله عز وجل فيقول لك الله اعطيتك مالا فماذا فعلت به؟ تقول له يا رب حججت بيتك الحرام، فيقول لك كذبت، حججت ليقال حاج وقد قيل، خلاص ليك عندنا حاجه؟ مالكش، انت كنت بتحج علشان خاطر الناس. لا، انا النهارده حجيت لله عز وجل. وراجع بقى ايه بقى يا استاذ كريم، شوف يقول لك ايه، انا مغسول. في ناس كده يقول لك كده، ناس الكبار في السن يقول لك ايه، انا رحت اتغسلت. ايوه، بتقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. الله، ترجع بقى كده سليم وابيض. بس الاهم من الرجوع نحافظ على البياض حبيبي. لازم نحافظ على البياض. الله ينور عليك. واللي ما عملناش حاجه. ايوه طبعًا. ارجع تاني بقى. طب وبعدين؟ صحيح. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أنا كنت أسبت في حق ربنا كتير، لا أروح بفضل الله عز وجل وتجهز لله عز وجل، ورحت ربنا سبحانه وتعالى في بيته ورجعت كيوم ولدتني أمي. الأهم من الطاعة المداومة على الطاعة، إن أنا داوم بقى على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. خلاص طب. حافظ على بينك وبين ربنا بقى ما يصحش. لا، وبعدين ده انا كمان ايه، راجع من حج وهنفترض ان الحج كان مبرور وبالتالي الذنب كان مغفور، فهو عنده قاعده انطلاق على نظافه. الله ينور على حضرتك. ما الصفحه بيضاء، انجاز التعبير يعني. الصفحه بيضاء بقى بفضل الله عز وجل. لازم بقى احافظ على الطاعات. عارف يا استاذ كريم، في ناس كتيره تفتكر ان الجنه دي صعبه، او ان انا اخش في ظل عرش ربنا ده صعب. لا، ده سهل. عارف بيه يا استاذ كريم؟ بلحظة صدق. تعال ما ناخد انا وانت كده مع بعض كده، يعني ايه يعني في الموضوع الجميل ده، في الحج ده، او فرحة الحج بقى والمداومة على الطعام بعد الحج. ليه الصلاة مهمة؟ ليه الصلاة واخدة الحيز الأكبر يا استاذ كريم من وسط أركان الإسلام؟ إن هي يقول لك إيه، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، الصلاة الصلاة، إذا صلحت صلح العمل كله. الله، إشمعنى الصلاة؟ ليه مش الزكاة؟ ليه مش الصيام؟ ليه مش الحج؟ عشان في اليوم الواحد انت بتكون على اتصال مباشر بربنا سبحانه وتعالى 5 مرات. ولو افترضنا ان الصلاة لو الواحد أدها كما ينبغي، فهي كفيلة بها تنهى عن الفحشاء والمنكر. جميل، حلو قوي. بس برضو ليه مهم؟ ليه؟ طب ما هي الزكاة، طب ما الحج، احنا لسه بنتكلم فيه ينهاك عن الفحشاء والمنكر. بس اشمعنى الصلاة واخدة الحيز الأكبر؟ هل ان فيها مثلا يعني فيها مظاهر اكتر من غيرها من العبوديه لله سبحانه وتعالى، من سجود وركوع الى اخره؟ ما الحج فيه كده برضه. طب ايه؟ طيب اغلى حاجه في حياتك ايه؟ عمرك. عمرك اغلى حاجه في حياتك. عمرك ليه؟ لان اللي بيضيع منه ما بيرجعش. طبعا الثانيه اللي بتضيع او الدقيقه اللي بتضيع من عمرك ما بترجعش. طبعا. وانت عمرك اصلا محدود، مكتوب لك في الميقات كده، او مكتوب لك في الصحيفه بتاعتك ان عمرك 80 سنه، عمرك 70 سنه. فكل يوم بيعدي من عمرك بتقرب من النهايه. بتقرب من النهايه. طبعا. اذا ذهب يومك ذهب بعضك. طبعا. تمام؟ طبعا. طيب انت دلوقتي شوف بقى، لكل انسان المفروض يقف مع نفسه كده واقفه ويعرف ان حياته اللي ربنا مديها له ديت وكل لحظه هو عايشها دي مهمه جدا ولها ثمن. انت دلوقتي بتقتطع من عمرك 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، وتقول انا الربع ساعة ده خصصته لله. طب ما هو مش نفس المبدأ ما تحقق في الحج مثلا؟ هدخل في الصلاة مثلا. لا بس الصلاة اشمعنى الصلاة؟ ما انت حضرتك قلت بقى يومية. ايوه طبعاً. والحج لمن استطاع إليه، انما الصلاة ده فرض على كل انسان. صحيح. صح ولا ايه؟ صح جدا. فانت بتقتطع من ايه؟ من عمرك. من عمرك. وبتقول الربع ساعة ده انا خليه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هدخل على الله سبحانه وتعالى بكلياتي. انت في لحظه واحده من لحظات عمرك لو صدقت فيها يا استاذ كريم اصبحت في ظل عرش الرحمن. ما هو الواحد فينا عايز يقفش اللحظه دي باي ثمن. طب ما يلا لازم نقفش اللحظه دي. اجيب لك الادله والبراهين. قول. احنا بنقول سبعه يظل، احنا حافظين الحديث. طبعا. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل. دي عايزه عمر بحاله. طبعا. حلو. وشاب نشأ في عباده الله. عايزه عمر بحاله. ايوه. ورجل قلبه معلق بالمساجد رايح جاي على الجامع. أيوة. عايز عمر. أيوة. ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه فور حياتهم وتفرق عليه لحد ما ماتوا. كده 4 فاضل. أيوة. كام؟ ثلاثة. تعال ما نشوف على الثلاثة بقى.
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال عشان يوقع بها الفحشاء والعياذ بالله، فقال إني أخاف الله. ده حصلت كم مرة؟ مرة طبعا، وانت صدقت طبعا في المرة دي مع الله. في لحظة بقيت فين؟ في ظل عرش الرحمن. بلحظة صحيح، بلحظة. شوف بقى، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، في موقف سيتويشن، موقف طبعا واحد، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قعد مع نفسه في لحظة كده وصدق مع الله عز وجل بعد حجه وما رجع من الحج، فقال ايه؟ الله. فمن كتر خوفه وانه اغتشى من ربنا سبحانه وتعالى بكى. في لحظة بقيت في ظل عرش الرحمن. والأخير، ورجل تصدق بصدقة، ما قالش بصدقات، ايوه صدقة واحدة، واحدة مرة، ايوه بس كانت منين؟ كانت من هنا طبعا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. طب انا عايز بقى استاذنك في حاجه يا شيخ مصطفى. اتفضل. وفي نفس الاطار مش هطلع بره بعيد. هنقف عند الراجل او الرجل اللي تصدق بصدقه، وهفترض ان الرجل ده من الفئه الثالثه اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هو من الناس اللي قلوبها متعلقه بالمساجد. تمام. ونفتح ملف الله حمله بناء المساجد لمؤسسه نبض الحياه. والناس اللي بتتبرع في الحملة دي والمبادرة دي أعتقد ينطبق عليهم الشرطين دول، أو فيهم الصفتين دول، إن قلوبهم متعلقة بالمساجد وبيبحثوا عن صدقة يبتغوا من خلالها مرضات الله. الله. فتعال نشوف التقرير ده الأول عن حملة ومبادرة يعني بناء المساجد، ونرجع نعلق عليه ونفتح كلام في هذا الأمر. اتفضل. الباب اللي كان مقفول ده بقاله 7 سنين مقفول. مؤسسة نبض الحياة هي الأمل اللي فتح الباب ده من قلب الصعيد، فينا في عزبة عبد الكريم تابعة لقرية الحجيرات. مشكلة أهالينا هنا إن أقرب مسجد ليهم على بعد 1.5 كيلو. السيدة عائشة بتقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد، إن المساجد منها بيطلع أهل الدين وأهل الخير وأهل الإيمان، وبيطلع منها ناس يعمروا الدنيا كلها عبادة وخير. الجامع ده من 7 سنين عملنا أساس يعني كويس وبنيناه. اه بس عايزين نسقفوه ونعدلوه زي خلق ربنا يعني. عايزين المدينة تنوع، عايزين الرحمن يخش بلدنا، عايزين الإيمان يخش بلدنا عشان الجامع بيت الله. في الوقت اللي احنا بنشتكي فيه ان كتير جدا من اولادنا طالعين واخلاقهم يعني محتاجه التعديل، ومحتاجين تعديل سلوك، ومحتاجين نربطهم شويه بربنا سبحانه وتعالى، ونعلمهم يعني ايه اتقان العمل، ويعني ونعلمهم يعني ايه طلب العلم، ونعلمهم يعني ايه احترام الكبير، بنلاقي ان المكان المخصص لتعليم ده مش موجود، مش موجود حقيقي على ارض الواقع. انا بكلمك انا النهارده دلوقتي من قلب صعيد مصر، من قنا، من قرية عبد الكريم أو عزبة عبد الكريم تابعة لقرية تانية، قرية الحجيرات، بيشتكوا من قلة المسجد. يعني حضرتك مولودة في العزبة هنا يا أمي؟ آه نفس العزبة. مولودة هنا؟ أيوة مولودة هنا. ما كانش في مسجد قبل كده يعني؟ لا كان ما مسجد كانش فيه خالص. لما طلعنا بيه طلعنا احنا اللي وقفناه. أنت حضرتك عندك كم سنة؟ أنا 50 سنة. يعني الست بقى لها بتقول أنا عندي 50 سنة من ساعة ما طلعت ما فيش مسجد هنا. فلما يوم ما يفكروا يبنوا مسجد مش قادرين يكملوا، أنا إزاي هطلع جيل عنده كل المقومات الأخلاقية اللي تصلح لبناء مجتمع وأنا أصلا مش حاطط له الأساس؟ عشان كده احنا وقفنا النهاردة وجينا ننقل الصورة لأهل الخير، الناس اللي حقيقة عندهم دافع إيمان إن هو يكون سبب في إن بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يبنى. نفسنا نصلوا فيه، والشباب الصغير اللي طالع دي نعمل لهم مكان زي يعني. احنا معانا نقول كبرنا، لكن الشباب اللي طالع دي عشان يدعينا في الآخر. أهو شاهدوا اللي قدام منكم الحالي، يعني ما فيش هنقول احنا اغنياء كان عملناه، لا. وبامكانياتهم البسيطه قدروا يعملوا التصميم اللي هو اللي مش عايزين اكتر منه، مش عايزين بهرجه ولا عايزين منظره ولا عايزين مسجد يعني تتحاكى الدنيا كلها بيه. والله العظيم كل مطلبهم بس مسجد يصلوا فيه وبيت يصلوا فيه. طب تعالى شوف شكل التصميم الحمام. الحمام قد ايه؟ يعني اقل من متر، 5 حمامات، الواحد فيهم يعني يا دوب كده بتهيألي كده ما يكملش مترين على بعض. يعني ده شكل البساطة اللي هم عايزينها، مش عايزين أكتر يا جماعة من إن إحنا نصلي في المسجد.
مش عايزين من اكتر من ان احنا المكان يظلنا، مش عايزين بهرجه في التصميم ولا اي حاجه خالص. والله كل طوبه اتحطت في المكان ده وكل حبايه رمل اتحطت في المكان ده تشفع لصاحبها يوم القيامه عند ربنا سبحانه وتعالى، وتكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى كريم. طب النهارده حطيت طوبه، ربنا سبحانه وتعالى يحط لك بيت. يا ترى في حد هيكلمنا دلوقتي ويقول انا هقدر اشيل السقف كله؟ حد انا هيقدر يكلمنا ويقول انا النجاره كلها عندي؟ حد انا هيقول الاناره كلها عندي والاضاءه بتاعه المسجد؟ حد تاني هيقول السباكه كلها عندي؟ الموضوع بسيط، والتجاره مضمونه والمكسب مضمون عند ربنا سبحانه وتعالى. والله يعني سبحان الله المسجد على وضعه الحالي يشرح القلب، ما بالك لو اكتمل البناء هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لا باذن الله هيكتمل ان شاء الله، ان شاء الله. وعزبه الحجيرات كلها تفرح ببيت ربنا سبحانه وتعالى، يعني اللي هيضمهم واللي فعلا احد اسيادنا اللي كانوا في التقرير اثر فيها جامد جدا، بيقول انا عاوز المسجد ده يبني في اسرع وقت علشان الاطفال الصغيره تصلي فيه ويدعوا لنا بعد ما اموت. ان هم يدعي لهم. شوف هو بيدور عليه، بيدور على الاخره طبعًا. انه يسيب نشأ صالح يكون بفضل الله عز وجل امتداد له. لا والمسجد ده هيساعدهم على الصلاح في حد ذاته، لان طالما مسجد فبنتكلم على ذكر وبنتكلم على صلاه، بنتكلم على تحفيظ قران. الله يعني ينور على حضرتك، مليان خيرات الحقيقه جدا. شوف طول ما المسجد موجود، طول ما فضل الله يعني سبحانه وتعالى، الخير كله موجود طبعًا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه اول عمل عمله بنى مسجد. بنى مسجد ليه؟ هو لازم له دلاله طبعًا. عشان يجمع المهاجرين والانصار فيه، يبقى مدرسه لتعليم كل الناس الاخلاق طبعًا. يعلمهم الدين الاسلامي طبعًا. ينشا فيه في المسجد سيدنا اسامه بن زيد ويقود طبعًا. الجيش وعنده 16 سنه. ينشا فيه سيدنا عمر بن الخطاب، ينشا فيه سيدنا ابو بكر الصديق، ينشا طبعًا. فيه الصحابه، كبار الصحابه وكبار التابعين ينشاوا في مسجد. هو ده اس كريم. المسجد مش مجرد جدران ابدا، والله المسجد بناء انسان. وإلا ما كانتش تبقى في ناس قلوبهم وافئدتهم معلقه بالمساجد. يا سلام. لان الصلاه واحده في كل. الله ينور على حضرتك. لا طبعًا. انا قلبي بقى متعلق بالمسجد. ليه بقى؟ دايما يا استاذ كريم انا مثلا لما ادي ميعاد لحد دايما في حياتي كده اقول له ايه، نتقابل بعد صلاه المغرب في المسجد الفلاني. فلازم اربطها بالصلاه. خليك ناصح، غصب عني هروح اصلي وهو برضه هيجي يصلي، فخليك ناصح طبعا. ويكسب بقى ثواب. مش هو بره مستنيك. ايوه حتى يبقى شكله وحش طبعا. فقول له نتقابل في المسجد. دايما مواعيدي بتبقى في مسجد. دايما اربط نفسك كده وعلق قلبك بالمساجد عشان تبقى في ظل عرش ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو بالقليل يا استاذ كريم. يعني كل الناس دلوقتي، يعني انا زعلان جامد جدا والله، زعلان قوي يا استاذ كريم في الحمله دي. لان من بعد كورونا، حتى اثناء كورونا، الناس عزفت عن المساهمه في بناء المساجد، والتبرعات بقت قليله جدا 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 في بناء المساجد. المساجد اصلا في ناس نتيجة ايوه طول الفتره اللي بس معلش احنا رجعنا والحمد لله وربنا سبحانه وتعالى من علينا، والمساجد فتحت ابوابها. أيوة. فكل واحد يعني من فضل ربنا عز وجل، لا ما نقفش. بيوت ربنا سبحانه وتعالى بتنادي، جدران المسجد بتنادي. هو الجدار بتاع المسجد حي ولا ميت؟ جدار حي ولا ميت؟ المفروض انه ميت، بس طالما كونه جدار مسجد. ايوه عارف، لو جدار بيتنا اقول لك ميت وتوفاه والله من سنين طويله، لكن كونه جدار مسجد لا. جدار المسجد حي. ايوه سبحان الله. بدليل ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف، في قصه سيدنا الخضر وسيدنا موسى لما دخلوا ايه القريه. ايوه فوجد فيها جدارا يريد، شوف قال ايه، أيوة. جدارا يريد ان ينقض. يبقى الجدار بيريد اهو، يبقى يعني له إرادة. إرادة يعني الله ينور على حضرتك. طبعا. ايوه جدارا يريد ان ينقض فايه، فاقامه. حتى ده في مكان ايه، في مكان هم ما حنوش عليهم. أيوة. ولا ادوهم ميه ولا ادوهم طعام. طبعا. ولا اي حاجه. طبعا. بس ما وقفوش موقف سلبي، بالعكس كان موقف سيدنا الخضر وسيدنا موسى ايجابي مع اهل القريه، مع انهم ما يستحقوش. فما بالك بقى باهل القرى الجميله ديت واسيادنا اللي ظهروا معانا في التقرير، اللي هم يستحقوا بفضل الله عز وجل ومن فضل الله ان احنا نقف معاهم. ما فيش حد فيهم بيقول لك تعالى ابني لي بيتي، ما يعني لو لاحظنا في التقرير ما حدش بيقول لك اديني. لا ده بيقول لك اديني بيت ربنا سبحانه وتعالى، انا منتظر دعوه جميله من اي حد يدعيها لي بعد ما اموت. يعني جدار سلام. جدار المسجد فيه نفس قدر الحياه اللي كان موجود في جذع النخله اللي قنت. الله ينور على حضرتك. نفس المبدا بقى. شفت بقى الله ينور على حضرتك. سبحانك. طب ما هو جذع، ما هو جذع النخله، ما هو حي بفضل الله عز وجل. وجذع النخله اشتاق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا ابن القيم رضي الله عنه يقول لك ايه، هلكت جارية في طاعون. كان في جارية كده هلكت، جالهم الطاعون والعياذ بالله، فهلكت جارية في طاعون. فجاءت لأبيها في المنام فقال لها أبوها
يا بنيتي أخبريني ماذا وجدت، شفت إيه؟ فقالت يا أبتي قدمنا على أمر عظيم، قد كنا نعلم ولا نعمل. ده كنا عارفين وما كناش بنعمل. والله يا أبتي لتسبيحة واحدة وركعة واحدة وصلاة واحدة في صحيفة عملي خير لي من الدنيا وما فيها. راحت وشافت تسبيحة واحدة أو ركعة واحدة أو صلاة واحدة في صحيفتي خير لي من الدنيا وما فيها. قد كنا نعلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وما تبرعنا وما تصدقنا في بيوت الله عز وجل. لا، الصدقة هنا لها أجر عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ بمئة ألف صلاة. لا، أنا أقول لك بقى الأحسن كمان، إن صدقتك في أي مسجد أشد وأكبر ثواب من مئة ألف صلاة. ما هو مئة ألف صلاة ليه؟ ده هناك في المسجد الحرام وأنا مش قادر أحج. طب بصدقة بقى منك، بتبرع دلوقتي، بمساهمة منك بخمسمائة جنيه بألف جنيه اللي تقدر عليه، بفضل ربنا عز وجل كل صلاة في المسجد ده في موازين حسناتك، كل تسبيحة في موازين حسناتك، كل تحميدة في موازين حسناتك، كل تكبيرة في موازين حسناتك، كل ذكر طبعا في موازين حسناتك طبعا. كل طفل صغير زي ما الأستاذ كريم الكريم ما حضرتك بتقول دلوقتي، كل طفل يتعلم القرآن طبعا. احنا بنقول ايه؟ ومكارم الأخلاق. الله ينور على حضرتك. بنقول ايه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف طبعا. وميم حرف، ده في عرفنا. أيوة. استنى، إنما عارف المد اللي بين الاثنين، أنا ما أقول ايه؟ ألف لام ميم، عارف المد اللي أنا مديته ده؟ ده حسنات، مش اللام بس، والله العظيم المد ده هو حسنات. ده احنا نمد ايه؟ نمد ايه؟ خلينا نطلع فاصل بعد اذن حضرتك ونرجع بعدين نكمل كلامنا، خليكم معانا. يا لما لقت ان عندها يعني اشكال مختلفة جدا من المبادرات ومن الحملات اللي بتهدف الى مساعدة اهالينا المحتاجين والاشد احتياجا في كل محافظات مصر، على اختلاف اشكال التكاتف او التعاضد او التكافل، سموها حضراتكم زي ما تسموها، في حملات معنية بفك يعني اسر الغارمات، حملات لي علاقة بسترة، حملة دفع، حملة اطعام الطعام، حملة بناء المساجد، حملة تسقيف البيوت الى اخره، كتير جدا من الحملات. ومن ضمن الكلام اللي اتكرر قبل كده كتير على ألسنة ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج، فكرة ان اللي قادر يتبرع النهاردة مش بالضرورة يكون قادر يتبرع بكرة، ممكن يبقى عايز بس مش قادر نظرا لان في مثلا مستجدات النهاردة معاه بكرة معهوش. ففي وقت من الوقت فكروا في مبادرة معينة او حملة معينة او امر ما ممكن لو اتعمل كما ينبغي وابتدى يؤتي ثماره، ثماره دي ممكن تصرف على كل اشكال واوجه عمل الخير المختلفة. ومن هنا كانت فكرة وقف النخيل اللي هنفتح الملف بتاعها دلوقتي مع ضيفي العزيز فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي المستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة، ونعرف الناس اللي منهم ما يعرفش حاجة عن يعني ايه وقف النخيل. ارجوك تعالى نعرفهم. من فضل ربنا عز وجل زي ما قلنا يا استاذ كريم في التيك اللي فات اتكلمنا وقلنا ان انا زعلان علشان خاطر مفيش تبرعات بتيجي دلوقتي لبناء المساجد. ايوه. فوقفنا مع نفسنا في مؤسسة نبض الحياة وقفة صادقة. وقلنا طب دلوقتي احنا مثلا رحنا وصورنا في عزبة الحجيرات. ايوه. ووعدنا الناس ان شاء الله ان احنا نكبر بخاطرهم، وبشرناهم وطمناهم ان المدد جاي لهم في الطريق، وان مسجدهم ده هيبني ان شاء الله على اعلى مستوى، ويكون في ابهى صورة واحسن شكل. ولكن ما فيش تبرعات جت، طب نعمل ايه يا جماعة؟ فاتفقنا وقلنا الحمد لله رب العالمين، يا رب وفقنا لفكرة كويسة. وكانت الفكرة ان احنا ندور على مشروع منه ان شاء الله نصرف على انشطة المؤسسة المختلفة لحد ما نعمل ان شاء الله اكتفاء ذاتي، وما نقولش لحد تعالى وبرع، ونطلع مع الاستاذ كريم بعد كده في حلقات طاقة نور ونقول يا جماعة مؤسسة نبض الحياة دي انجازاتها على ارض الواقع، دي الانجازات، نعمل انجاز ونطلع نوري للناس، نعمل انجاز ونطلع للناس ونقول لهم ادي انجازكم. طب ما تيجي دلوقتي نوريهم ما تيسر بالانجاز ده من خلال تقرير نفتح بيه الكلام ونرجع نكمل. اتفضل.
جميل. طيب نرجع بقى نعرف الناس تفاصيل الوقف عبارة عن ايه، واللي حابب انه يشارك بغرس نخلة مطلوب منه ايه. هو دلوقتي الحمد لله رب العالمين يعني من فضل ربنا ثم بفضل الصدق مع الله عز وجل مشينا خطوات ثابتة مع السادة المحسنين او المنفقين. الحمد لله بدأنا الاقرب فالاقرب. ازاي بقى؟ احنا بدأنا الاول بفضل الله عز وجل مصنع عبد الحي خدت 10 فدان وادي النطرون. في وادي النطرون وزرعناهم نخيل برحي. طب ليه برحي انا مش مجدول؟ لان الخبراء زي الدكتور باسم بكر او البروفيسور الكسندر محمود النجار قالوا ان ديت انسب تربه للنخيل البرحي. طب عايزين نزرع مجدول لان المجدول عليه اقبال عالمي شديد جدا وقيمته التسويقيه اعلى جدا وفي اقبال طبعا. عليه عالمي اصلا، ويعني ممكن الكيلو دلوقتي يوصل 200 جنيه و 250 جنيه في بعض الاماكن اللي هو السوبر جامبو هي. الكبير. طب نزرعه فين؟ قالوا احسن تربه يتزرع فيها في الفرافره في الوادي الجديد. تربه ومناخ وجو كل حاجه وكل كل حاجه طبعا. فبفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني ما استبعدناش الفكره. فاكر انت احمد حلمي هو في الفيلم بيقول لك مين مجنون يروح يزرع الصحراء؟ لا احنا قلنا لازم ان شاء الله باذن الله عز وجل نروح نزرع الصحراء. وخدنا القرار ورحنا هناك. كنا املنا ناخد هناك قد ايه بقى؟ 100 فدان. بعد ال10 بتوادي بعد ال10 قلنا 100 بقى 100 بقى طبعا. فروحنا هناك رحنا المحافظه سياده اللواء محمد الزملوط ربنا يبارك فيه يا رب قال طب ما تاخدوا 1000. احنا رايحين ناخد 100 طبعا. طب ناخد 1000 ده احنا فتحناها على البحر يا اللي هو الله الموضوع كبر مننا طبعا. طب نعمل ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ففضل ربنا عز وجل لقيت الاداره بتكلمني غير لنا الجواب. خليه بدل ما هو 100 100 فدان يبقى 1000. انا ما والله ما تتصورش فرحتي قد ايه. طبعا بقيت فرحان فرحه عظيمه جدا جدا جدا. مؤسسه نبض الحياه يبقى عندها 1010 فدان. ايه الجمال ده؟ ما شاء الله ال10 اللي هنا في وادي النطرون و1000 فدان هناك. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ بس قلت لهم يا جماعه يعني 1000 يعني 65000 نخله يا جماعه ده كتير جدا وبتاع هنجيبهم منين؟ قلت لا هو انا بسال ليه؟ ده انا غلطان. انا ظني في ربنا خير وان شاء الله اهل الخير مش هيسيبونا بفضل الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين بدا المشروع والحمد لله خدناه مراحل اربعه مراحل كل مرحله 250 فدان. والحمد لله لقينا ال 250 فدان الاولانيه ربك سبحانه وتعالى رزقه بعد الله اكبر. فبدانا في ال 250 الف الثانيه بعد كده ب 250 فدان الثانيين 250 فدان رقم 3 المرحله الثالثه. فاضل اخر مرحله اللي هي 250 فدان اللي هي الاخيره. وفضل ربنا عز وجل ايه الجمال ده كله وايه العظمه دي كلها. نسيت اقول لك ان المهندسين وهم رايحين هناك الصحراء ونزلوا المدى الطويل دوت والمسافات الطويله دي كلها، فالمهندس وهو راكب العربيه قال ايه؟ انا متشائم، انا مش هروح، مش هروح، انا ده حته مقطوعه وبتاع والكلام ده وهروح ازرع فين وده وده وده. وهو بيتكلم الكلام ده العربيه عطلت. كويس دي جت على قد العطل. والله بجد العربيه عطلت، العربيه وقفت والله. فشويه كده فالسواق بيتكلم معاه والناس اللي هم الصالحين اللي هم رايحين يزرعوا اللي هم الفلاحين ايوه رايحين يزرعوا هناك اللي هم المتخصصين بفضل الله عز وجل في زراعه النخيل المجدول. ودول مقيمين هناك بشكل دايما. فدول قاعدين في قلب العربيه يقولوا له يا باشمهندس والله الموضوع ده فيه حاجه لله، انه بس خير وان شاء الله العربيه هتدور. يزقوا العربيه يمين شمال ابدا. فقال طب والله انا هروح باذن الله العربيه دار. يا الله يا سبحان الله يا سبحان الله. والله بص من بقهم من بقهم والله انا سامعها كده زي بقول لحضرتك كده. بص ايه الجمال ده وايه العظمه دي؟ قال لا ده لازم اروح واقعد بقى في قلب الارض دي. ده مشروع مبروك بقى الأرض دي بقى شكل مبروك المشروع ده طبعا. بركه ربنا سبحانه وتعالى نازله في شويه. يا استاذ كريم لما زرعنا 250 فدان الاولى وال250 فدان الثانيه، في ال250 فدان الاولى لقيت يعني احد الناس اللي عاملين هناك الحاج عبده ايوه انا فاكر اسمه وكبير في السن وراجل ازهري وبيشتغل في ايه؟ في زرع النخيل. ربنا يبارك له. فلقيته بيتصل عليا بيقول لي مش هتصدق. قلت له ايه؟ طمني كده فرحني كده قول لي في ايه بالظبط. قال لي كل نخله فسيله صغيره. قلت له ايوه. قال لي طلعت حواليها 7 فسايل. الله. وهي لسه صغيره. قلت له انت بتهرج؟ قال لي استنى. قلت له ايه؟ قال لي هبعت لك دلوقتي حالا والفيديو معايا على الواتساب
فيديو يبين لك اللي انا بقوله ده. يا سبحان الله والله. وبقى يعدهم لي، ادي اول الله. فسيله، ادي ثاني فسيله، ادي ثالث فسيله، رابع فسيله، خامس فسيله، سادس فسيله، سبع فسيله، سبع فسيله. قلت له ايه ده؟ الله اكبر، ده لسه. سبحان الله. قال لي ده خد الاشد. قلت له ايه؟ قال لي والله في فسيل طلعت بشار بلح وهي فسيله، وهي لسه فسيله. قلت له لا 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 تكتمل ولم تنضج ولم لسه. يا سبحان ده المفروض يعني. جه بقى المهندس الدكتور باسم بكر اللي هو في البحوث الزراعيه، جه معانا اللي هو مشرف على المشروع، بيقول احنا المفروض نقول لكم مبروك ديت بعد سنه او سنتين او ثلاث سنين، لا احنا بعد ست اشهر من المشروع بنقول لكم الف بركه. قلنا لا، المكان ده فيه حاجه غريبه. البركه حل فعلا. والله بركه والله ربنا سبحانه وتعالى. ما هي البركه ما وجدت في قليل الا كثرته، ولا في ضعيف الا قوته. خلاص بركه ربنا سبحانه وتعالى موجوده. البركه حل. تعال بقى نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. نشوف البركه كلها. صحيح، اتفضل. مشروعنا الضخم تقدر تقول عليه مشروع وقف النخيل علشان بنزرع فيه نخل، وتقدر تقول عليه مشروع الوفاء لأن شفنا زوج بيعمل لزوجته المتوفية، وشفنا زوجة بتعمل لزوجها المتوفى، وشفنا أب بيعمل لأولاده كلهم، وشفنا أبناء بيعملوا لأبائهم اللي توفاهم ربنا سبحانه وتعالى. فتقدر تقول الوفاء. اتفرجت على التلفزيون، جه الإعلان بتاع نبض الحياة، فلقيته بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جداً. فتبرعت بنخلتين ليا ولابويا والوالدتي واختي والجميع الاسره، وربنا دايما يجعله في ميزان اعمالكم وفي ميزان اعمال الجميع ان شاء الله. صراحه مؤسسه جميله جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتنا، ومعموله بنيه رحمه ونور على والدي واخويا وعلى روح كل من له حق علينا، وعلى شفانا وشفا كل مريض. وعندنا في ناس بتعمل من ضمن قرايبنا بتعمل عمليه، فربنا يقومهم بالسلامه ان شاء الله. فالواحد يقدم النيه في بالنجاح في كل شيء، سواء مرضى ربنا يشفيهم، سواء متوفين عندنا ربنا ان شاء الله يغفر لهم ويرحمهم، وتفضل الصدقه دي ممتده الى يوم الدين ان شاء الله باذن الله. ولينا احنا الاحياء ان شاء الله بعد موتنا يجعلوا قبورنا نور الى يوم الدين باذن الله. اشتغلنا على الاقرب فالابعد فالابعد فالابعد. اشتغلنا قبل كده في وادي النطرون العشرة فدان، فاكرينهم؟ وبعد كده اشتغلنا المرحلة الأولى في الوادي الجديد 250 فدان، وبعد كده المرحلة الثانية 250 فدان، والنهاردة 250 فدان المرحلة الثالثة. 30 ألف نخلة، فضل ربنا سبحانه وتعالى، 30 ألف صدقة، 30 ألف بسمة، 30 ألف سعادة وبزيادة. والله سعادة وبزيادة النهاردة، الناس كلها فرحانة وسعيدة ومبسوطة. ليه؟ لأنهم شافوا الخير اللي هم تصدقوا بيه لوجه الله عز وجل، جايين النهاردة بيغرسوه بإيديهم. الفرحة والسعادة كبيرة النهاردة يا جماعة. اللي ما تصدقش لوجه الله عز وجل وشارك معانا في وقف النخيل، أنا بقول لك الفرصة لسه قدامك. كتير بيقولوا الفرصة ما بتتكررش، لكن أنا بقول لك طول ما فيك نفس الفرصة لسه قدامك. كل إنسان لازم يسيب لنفسه على أرض الواقع علامة تشهد له يوم القيامة. الحلو في الموضوع ده انه مشروع متكامل بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني في كل حاجه حضراتكم ممكن تتخيلوها، طاقه شمسيه، احدث اساليب الري، ابار، معدات ومواتير للرفع، عماله مقيمه. اللي انا عارفه ان الناس أيوة. اللي شغاله هناك عايشين هناك بالمعنى الحرفي. ده حتى في هناك كمان الحمد لله رب العالمين بنينا مسجد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كل الاراضي اللي حوالينا بفضل الله عز وجل بيجوا يصلوا عندكم بقى. بيجوا يصلوا بيجوا يصلوا عندنا. والاراضي اللي ما كانتش متاخده الناس خدوها، في رجال اعمال ومستثمرين جم خدوا الاراضي اللي حوالين المشروع بتاعنا الحمد لله يا رب العالمين، وبيقلدونا. ودي مش مشكله عادي، بالعكس كويس. التقليد في الخير حلو، كويس ان بنقلد في حاجات عدله. اللهم لك الحمد والشكر. والله الحمد لله يا رب العالمين. فده كان خير من ربنا عظيم جدا 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 يا استاذ كريم. والاعظم بقى اما انت تكون انسان عندك وفاء. عندي وفاء لوالدي، عندي وفاء طبعا. لوالدتي، عندي وفاء لابني، عندي وفاء لبنتي، عندي وفاء لنفسي قبل ده كله طبعا. اوفي طبعا. مع نفسي، اسيب علامه زي ما انا بقول في التقرير كده، اسيب علامه تشهد لي يوم القيامه. صحيح فعلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، فان استطاع ان يغرسها فليغرسها. طب ده القيامه هتقوم، انت مالكش دعوه، انت اللي عليك تعمل عمل نافع.
واجرك يتكتب لك. طب ايه ما هتقوم يا رب؟ لا بس طالما المثال اتضرب بالغرس بالتحديد ده برضه أيوة. بيبين فضلها وقيمتها طبعا أكيد يعني. طبعا طبعا يعني الموضوع ده واضح انه ليه خصوصيه انت شديدة. تفضل تفضل كده تنتفع يعني من فضل الله عز وجل باعمالك الى ان يشاء الله عز وجل، حتى لو اخر عمل في حياتك، لو الايام هتقوم وانت في ايدك تعمل حاجه نافعه اعملها. طبعا. ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا فيه على ان الانسان يكون نافع، والمؤمن كالنخله. تعرف يا شيخ مصطفى اتفضل، يعني في حاجه زي وقف النخيل بصفه خاصه، يعني ليه ما في من استدامه واستمراريه، وليه ما في من تحقيق لمبدا الصدقه الجاريه كما ينبغي ان تكون؟ ده المفروض ان العصاه يتسابقوا في عمل حاجه زي كده يمكن اكتر من المؤمنين كمان. ليه بقى؟ عشان ان هي صدقه جاريه. ايوه، وان هي الى يوم الدين حبيبي مع كل تمره هم ليهم فيها اجر، يعني هم يتوفاهم الله وفي عدات حسنات شغال، يا عالم على ما نوصل يوم القيامه هيكون ميزانهم بقى عامل ازاي. الله اكبر، ده حضرتك ده 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 كده بقى ده حاجه انا سرحت فيها بس وانا بتفرج على جميل جدا جميل جدا التقرير يعني. افرحك فضل. وفرح الساده العصاه. يا ريت اهو، يا ريت افتح لهم باب اهو، يا ريت يا ريت افتح لهم باب. لا انت اول ما بتتبرع اولا لك اجر على نيتك. النيه عند ربنا اهم من العمل. حلو. النية مهمة. حلو. أجر على النية. اتنين، أجر على إنك استمعت إلى كلام الله عز وجل. ربنا قال أنفقوا فأنفقت. أجر تالت إنك اتبعت سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوقف. أيوه طبعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعا. تمام؟ أدي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعتها والدنيا زي الفل. طب أربعة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالنخل والفسائل دي ما بتسبح في كل تسبيحة حسنة. كل تسبيحة بحسنة ليك. ده الموضوع أكبر بكتير من مجرد الثمار والإثمار. لا 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 لا، شوف شوف. وإن خيرها هيعود على أعمالك. لا يا معالي الماشي. التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وده كائن حي، والفسيلة الصغيرة دي بتسبح بحمد ربها سبحانه وتعالى في كل لحظة. وانت في كل لحظه الملائكه قاعده بتكتب وسعادتك في حته تانية. طب زي ما سؤال بتقول كده. هو الخاصيه دي موجوده في النخل دون عن سائر المزروعات في كل اعمال الخير؟ لا انا بتكلم بس النخل على بالاخص. النخل بالاخص بصفه خاصه. النخل بصفه خاصه، لان النخله كالمؤمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: النخله كالمؤمن، زيها زيه. النخله لها مخ، اللي هو الجمار ده اللي بيسموه الجمار ده. النخله بتنتفع كل حاجه فيها لها نفع. صحيح. طبعا بفضل الله عز وجل. طبعا. ده مجرد بس، عارف يا استاذ كريم، السعف بتاع النخل ده يتحرك بس يمين وشمال كده، تحميد وتحميد وتسبيح لله عز وجل. كل ده في موازين حسنات سعادتك، كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، كل ده في المشروع العظيم ده. ابشر حضرتك والساده المشاهدين ان مؤسسه نبض الحياه بفضل الله عز وجل المحافظه اهدتها 10 فدان علشان نعمل عليها مصنع لتصنيع التمور اللي هتطلع بفضل الله عز وجل من الارض دي. عظمه. بسبب المصداقيه اهو. عظمه. خد الاعظم. الدين. الدين يا شيخ مصطفى. 8000 فدان. ايوه. سياده اللواء محمد الزملوط ربنا يبارك فيه يا رب ويسدد الخطاه، والمحافظه هناك اديتهم لمؤسسه نبض الحياه، وعملنا بروتوكول الحمد لله مع المحافظه بتخصيص 8000 فدان لمؤسسه نبض الحياه. والنهارده مؤسسه نبض الحياه بتفتح ذراعيها لكل الجمعيات الخيريه على مستوى الجمهوريه اللي عايزه تستثمر في مشروع وقف النخيل الخيري، ويبقى الاستثمار ده باسم الجمعيه ويعود على الجمعيه بالخير والنفع. يعني احنا مش مستاثرين بالخير لنفسنا اهو ابدا والله. حاجة لا، احنا فاتحين المجال لكل الجمعيات الخيريه على مستوى الجمهوريه، تعالوا واشتركوا مع مؤسسه نبض الحياه، وقولوا احنا هناخد من 8000 فدان 500 فدان. مفيش مشكله. انتوا بالمناسبه هتهندلوها ازاي؟ يعني ال 1000 فدان اللي قبليهم اللي كانوا في وادي النطروق، عفوا، اللي كانوا في الفرافره، انتوا قسمتوهم لاربع 250. تمام. في حاله ال 8000 الموضوع فرض جامد كده. لا الحمد لله، بس ان شاء الله يعني نظن في ربنا خير. ان مؤسسات اللي هي المجتمع المدني والجمعيات الخيريه، كل مؤسسه مثلا تقول لك انا ليا 500، مفيش ادنى مشكله. كل مؤسسه تقول لي ليا 250 فدان، احجزوا لي انا 250. حلو. مفيش ادنى مشكله، واحنا بفضل الله عز وجل يعني معلش بنقول ان احنا بقى عندنا يعني اكسبيرينس جامده، خبره جامده جدا 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 الحمد لله على ارض الواقع. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. والحمد لله يعني اللي هيبقى معانا بفضل الله عز وجل مش هيبقى مع اي حد،
لا يعني معلش احنا بنكبر بس بحق. لا اصل ليك حق، عارف ليه؟ لان المؤسسه تحولت من مؤسسه تنميه مجتمع الى بيت خبره. الحمد لله رب العالمين. ايوه جميل. خلينا نطلع فاصل بقى ونرجع برضه نكمل كلام. اتفضل. اهلا بكم مره تانية، لسه بنكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز اللي منورني في حلقتنا النهارده، فضيله الشيخ مصطفى العكريشي المستشار الديني لمؤسسه نبض الحياه. لسه بنتكلم عن وقف النخيل، وخلونا نشوف مع بعض التقرير ده التقرير الثالث والاخير في نفس الكلام، يعني في نفس الاطار اللي بنتكلم فيه، عشان لا اقطعه ولا اقطع السلسله. حبيب. اللي حضراتكم شايفينه ده مستودع حسنات، مستودع صداقات جارية. أنا واقف النهاردة وشفت والد طيب كريم الحاج جمال سعد الدين جاي من الجيزة وبيعمل 7 نخلات. الراجل مع بساطته مش بيعمل نخلة ولا اتنين، ده بيعمل 7 نخلات. بيعمل 7 نخلات حاطط في مقدمتهم نخلة للوفاء، نخلة لزوجته اللي توفت، وكان شايف قد ايه الزوجة دي صبورة ووفية وعايشة معاه، ويعني صبرة على الحلوة وعلى المرة، فقال دي ابسط حاجة لها ان انا اوفي حق من حقوقها، ان انا اعمل النخلة دي صدقة جارية لها. عملت النخلات كتير، و7 نخلات، ونخلة منهم لزوجتي الله يرحمها الحاجة ليلى محمد سيد عفيفي، وهي كانت عشرة عمر وكنت بحبها جدا، وقلت أعمل صدقة جارية تنفعها في قبرها الله يرحمها ويغفر لها. وعملت لأولادي وأنا كمان نخلات، 7 نخلات زرعتهم هنا في مؤسسة نبض الحياة في الوادي الجديد في الفرافرة، ودي صدقة جارية تنفعنا في وتنفعني في قبري وتنفع أولادي وتنفع زوجتي الله يرحمها ويغفر لها. وعمل نخلة لي وقال دي الصدقة الجارية اللي هتخش معايا قبري، وكمان عمل نخلات، نخلة لكل بنت من بناته. بقول له يا بختك بفهمك العالي لكلام ربنا وكلام سيدنا النبي وتطبيقه على أرض الواقع مع مؤسسة نبض الحياة في مشروع وقف النخيل الخيري، وعلى شرط أول مرة يجي معانا، تواجد معانا في المرحلة الثالثة، ويقول لسه مكمل معانا إن شاء الله زي ما حضراتكم مكملين معانا في المرحلة الجاية. طيب أنا عايز أبتدي مع حضرتك يعني كلام في نقطة كده، طبعا كلنا عارفين ومؤمنين ومقتنعين تماما بأن يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حلو. خلينا نقف في الصدقة الجارية. تمام. هو مش المفروض أن ابن آدم نفسه قبل ما يموت يكون هو اللي عمل الصدقة الجارية؟ أنا بسأل فضلتك ليه السؤال ده، عشان شفنا مثلا في التقرير اللي عمل لزوجته، اللي عمل لحد من أولاده، ابن عمل لأبوه المتوفى أو والدته المتوفى. هو مش المفروض ان الواحد مننا هو اللي يعمل ده بنفسه؟ يعني لما حد يعملها لي بعد وفاتي اخد اجرها، ولا كان لازم اكون انا اللي غارسها بايدي؟ هقول لحضرتك. اتفضل. هو في الاصل ان انت المفروض تقدم لنفسك خير عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام. اعمل لنفسي. حلو. واعمل لنفسي خير بطريق جميل جدا وبطريقه ذكيه زي وقف النخيل الخير. مظبوط. طب مثلا دلوقتي انا والدي توفي. حلو الكلام. وما كانش عمل حاجه زي وما كانش عمل حاجه كويسه. لو بصينا للحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله، انقطع ايه؟ عمله هو. ايوه. عمله الا من 3: صدقه جاريه. المقصود بالصدقه الجاريه هنا الوقف. حلو كده؟ بس يكون هو اللي عاملها، مفيش ادنى مشكله. تمام. الا من 3: صدقه جاريه وعلم انتفع ورد صالح يدعو له. حلو. طب عمل غيره، هل الحديث قال انقطع عمل غيره له؟ لا ابدا. بدليل بفضل الله عز وجل، انا بقول اهو قدام الساده المشاهدين ينفع، وبفضل الله الثواب بيصل. ايه دليلي؟ اجيب لك الدليل. اصل هو اللي بيخليني يعني اللي يخلي المتشكك يتشكك أوه. كلمه عمله. ايوه هو. اجيب لك الدليل. اتفضل.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح له راجل بيقول له ماتت أمي. ماتت أمي. ماتت أمي. طب وعليها صيام؟ لا عليها صيام. أوكي ده وضعت. عليها صيام. طيب المفروض مين اللي يصوم؟ الأم اللي توفت. طب هي ماتت. تصوم إزاي؟ فسأل النبي كان ينفع يصوم لها؟ الله ينور على حضرتك. قال له إذا كان عليها دين هل كنت مؤديه؟ قال نعم. قال إذن فصوم عنها. وكذلك الدين، يعني لو انا توفيت وعليا دين، دين مش اهلك هم اللي بيسدوه؟ صح ولا ايه؟ حاجه كمان العمره والحج. انت تحج مش بتشوف العمره يقول لك ايه؟ انا هعمل عمره لنفسي الاول. أيوة. وبعد كده اعمل لابويا. أيوة. واعمل لامي. طبعا. واعمل لده واعمل لده عمره واعمل لده عمره واعمل لده عمره. طب ما كل ده في موازين حسناتهم وفضل الله عز وجل بيوصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيطوف حوالين الكعبه لا راجل عمال يقول ايه؟ لبيك اللهم عن شبرمه، لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رجل ومن شبرمة؟ قال رجل قاعد عن الحج ما قالش يجي الحج انا فانا بحج عنه. قال له وحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى ايه يعني ينفع يحج إيه عن شبرمة؟ اهو بقى. طب ما هو ما طالما الراجل ده ينفع يحج عن شبرمة يبقى عادي بقى. صحيح صحيح تمام. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى اذا بفضل الله عز وجل وكتير من اسيادنا العلماء اختلفوا في المساله اللي حضرتك بتقولها ديت. بس ولكن حتى العلماء اختلفوا. والله طب الفكره ان الجهلاء اللي زي حالات يوم بس اللي بيختلف حتى العلماء. ربنا يزيدك تواضع وادب يا رب. الله يعني. لا والله بجد حتى العلماء كان لهم مواقف في كده، ومنهم سيدنا الامام القرطبي رضي الله عنه برضه له بعض الكتب في كده ان الثواب بيوصل بفضل الله عز وجل الى المتوفى. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول سبعه يجري للعبد اجرهن بعد موته وهو في قبره. طب هو ما قدرش يعمل، بس غيره بفضل الله عز وجل عمل له الثواب والاجر ده. وفي مسند الامام احمد رضي الله عنه حديث بيقول ان اعمالكم تعرض على اقاربكم وعشائركم من الاموات، فان وجدوا خيرا استبشروا به استبشروا به. طب وان كان غير ذلك دعوا الله عز وجل وقالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. يبقى كل عمل خير انا بعمله دلوقتي بيدخل على ابويا السعاده والسرور. لما سيدنا سعد ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي سيدنا سعد راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ماتت امي افاتصدق عنها؟ طب ما هي الصدقه بتوصل اهي بقى. قال نعم وعليك بسقي الماء صلوات الله وسلامه عليه. وان شاء الله من وقف النخيل ده هنعمل وصلات ميه ونعمل ابار تجميعيه لمياه الامطار، ونعمل بفضل الله عز وجل محطه تحليه، ونعمل ابار ارتوازيه، ونعمل سترة للغارمات، ونعمل يكفي فكرك ان يعني وانتوا بتعملوا دراسه الجدوى للمشروع ده اكيد وقتها ما كنتوش متخيلين ان البركه هتبقى حله للدرجه دي. والعشره فدان هيبقوا 1000 وال1000 هيبقوا 8. ايوه الله ينور على حضرتك. يعني كنتوا عاملين حسابكم او كنتوا طمعانين متعشمين في ان الاثمار بتاع هذا الكم من النخيل باذن الله باذن الله يكفي بإذن او على الاقل يساعد قوي في بقيه الملفات باذن الله ان شاء الله عز وجل لحد ما نحقق الاكتفاء الذاتي ان شاء الله. ونيجي بعد كده ونقول للاستاذ كريم يا استاذ كريم عايزين نطلع حلقات انجازات، بس دي انجازات بتاع مؤسسه نبض الحياه على ارض الواقع، وده عطاء ربنا سبحانه وتعالى. عادي في كل حلقه في حلقه تخلو من تقارير انجازات. الحمد لله رب العالمين. بس بعد كده مش هيبقى في حلقات بقى نقول للناس يعني يا ريت تبرعوا معانا، يا ريت تساهموا معانا او الكلام ده. ان شاء الله نعمل اكتفاء ذاتي، وان شاء الله مش عاوزين المشروع ده زي ما سيدنا الشيخ محمد رضا ربنا يبارك فيه يا رب يبقى في مصر بس ابدا. احنا عايزين نغزو بفضل الله بالخير جميع انحاء العالم للاماكن الاكثر احتياجا والاشد فقرا ان شاء الله عز وجل. بس خلص اللي عندنا الاول باذن الله ان شاء الله ونطلع ان شاء الله. بس دي امنيه من الامان ان شاء الله، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرنا فيها. وان شاء الله يعني بدل المشروع الواحد هيبقى فيه مشاريع مختلفه يا رب. والبشمهندس امجد مرجان رئيس مجلس الامنه، والاستاذ عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز المدير التنفيذي بشرونا بمشروعات جايه جميله جدا 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 جدا. وان شاء الله وقف النخيل الخيري هو اللي هيصرف على المشروعات دي، والعشرة فدان اللي انا اتكلمت عليهم هناك في الوادي الجديد اللي المحافظه بفضل الله عز وجل اديتهم لمؤسسه نبض الحياه عشان ننشئ عليهم مصنع. طب ما ده هيوفر ايدي عامله طبعا. وكده بفضل الله عز وجل ومن فضل الله انت كنت سبب في ان واحد يفتح بيته، في ان واحد يتجوز ويشتغل في المشروع الجميل دوت. بفضل الله عز وجل المشروع ده عظيم جدا كله بركه يا استاذ كريم. وما ترك احد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقف الا واوقف في سبيل الله عز وجل. قال لا انا لازم يبقى لي الخير ده اهو، العظمه دي طبعا.
كل الناس تركز معانا يا استاذ كريم في الحديث اللي حضرتك قلته، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه. الصدقه الجاريه دي اللي هي وقف، الوقف في سبيل الله عز وجل، سواء بقى وقف مسجد، سواء وقف بقى وصلات ميه، وقف اي حاجه، وقف مشروع لله عز وجل، وقف نخيل. ده المقصود بيه الاول صدقات جاريه. شوف شوف الزكاه بقى، او علم ينتفع به. علم ينتفع به، ايه اللي جابه وقف النخيل؟ اقول لحضرتك علم ينتفعوا به مؤسسة نبض الحياة، فتح الطريق قدام جميع العاملين في كل الجمعيات، في كل المؤسسات، طلاب كلية الزراعة، في كل مكان، تعالوا وشوفوا بعينيكم واعملوا دراسات عندنا، سواء في العشرة فدان في وادي النطرون أو في الوادي الجديد. أو ولد صالح يدعو له، ما قالش أو ولده، قال أو ولد صالح، كده العموم والشمول. وبإذن الله كلامنا مش هيبقى مجرد سطور ولا كلام بيدور جوه الصدور، كلامنا باذن الله نهر من خير هيفور ونفتح لكل الناس طاقه نور حبيبي. اللي هنقفل حلقتها مبدئيا دلوقتي، انا بشكرك على وجودك معانا، كل سنه وانت طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم يا رب باحسن صحه، كل لحظه حضرتك طيب والف صحه وسلام. وسلامي للاستاذ عبد الفتاح خضر المخرج، لسارة رويده، وكل الكنترول، وكل الساده المشاهدين، يا رب دايما في صحه وعافيه يا رب. وحمد لله على السلامه من الحاج، الف حمد لله على السلامه. ويا ريت تدعوا لنا انا والاستاذ كريم، يا ريت تدعوا لنا انا والاستاذ كريم والاستاذ عبد الفتاح وكل الفريق اللي معانا وكل العلماء بتاع مؤسسه نبض الحياه، ربنا يجازيكم خير يا رب. وحج مبرور وذنب مغفور يا رب يا رب. بشكرك على وجودك معانا، ربنا يجبر بخاطر، والشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان. ان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه جديده من طاقه نور. الى اللقاء.